السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم راح نعملوا اللوبيا البيضاء، راح نقدمها لكم إن شاء الله على طريقة المطاعم الشعبية. نشوفوا مع بعض المقادير. بالنسبة لمقادير وصفة اليوم، نحتاج اللوبيا أو الفاصوليا البيضاء، نكون بيتناها ليلة كاملة في الماء. عندنا أيضا فلفل حلو يكون مطحون، اذا ما كانش عندكم الفلفل الحلو تقدروا تستبدلوه بحبه طماطم مرحيه. نحتاج ايضا ثوم مطحون. نحتاج بالنسبه للتوابل عندي عكري او بابريكا، نحتاج كمون، اللي حب الحار يعمل قرن واحد تاع حار، وطماطم مصبره ملعقه. هنايا عندنا ايضا الزيت والملح. نشوفوا طريقه التحضير. نبدأ على بركة الله. في الأول بسم الله، راني درت اللوبيا تاعي هنا تغلي. بالنسبة للوبيا أو الفاصوليا، أنا نفضل أنكم تغلوها وحدها، لأنه أحيانا كاين نوعية رديئة. إذا كانت النوعية الرديئة وعملتوها يعني مباشرة، يعني طيب مع المارق، راح تديكم وقت بزاف. هذه الأولى. والحاجة الثانية، يعني الذوق تاع المارق تاعكم يروح، يعني البنة تاع الثوم ولا تاع الدرسة تاعكم راح يروح، يعني مش حتحصلوا على نفس النتيجة. من الأفضل أنكم تعملوا اللوبيا وحدها تغلي، يقولوا كان يعني كيما نقولوا تخلوها تنصف طياب، يعني توصل نصف الطبخ تاعها وتحبسوا معليش، لكن ما تعملوهاش هي خضراء في المارق مباشرة. نبداو بسم الله، نعمل شوية تاع زيت. نديرو الثوم تاعنا، شوفوا الثوم راني خليت شويه فقط، يعني كميه قليله راني خليتها. نضيف الان طماطم المصبره، نخلو هذيك الطماطم المصبره نقلوها شويه مع الزيت والثوم. نضيف الان الفلفل الحلو المدروس، شوفوا تخلوها هكذا تتقلى مليح. الان نضيف لها الكمون، العكري عفوا، وشويه تاع كمون هكذا، نخلو شويه تاع كمون فقط. الان نمرقوها، نضيف شوية تاع المرق قليل، نزيد له شوية. نضيف الملح أيضا. نخلو الان المرق تاعنا هكذا يطيب. بالنسبه للفاصوليا ولا اللوبيا، كي تشوفوها عملت هذه الرغوه، يعني لاموس هذيك تطلع هكذا، من الافضل انكم تطموها هكذا وتنزعوها ما تخلوهاش. بعد غلات اللوبيا تاعي، انا شربت كاع ديك الكميه تاع الماء، شوفوا راهي طرية هكذا بزاف عليها. بالنسبة للمرقة خليتها طابت حوالي 20 دقيقة. نتوما كيفاش تعرفوا المرق تاعكم لا طاب ولا لا؟ كي تذوقوه تسيبوا الحموضة تاع الطوماطيش تاعو راحت له، هذاك الوقت تطفوا عليها. أنا عاود شعلت عليها دركا، نضيف لها هذيك اللوبيا. هاي ناقص الماء، نضيف لها شويه تاع ماء سخون،
الماء دائما مرقوب بالماء الساخن ماشي البارد. انا ما كنتش حاب كميه تاع الحار تكون كبيره، الان ندير الحار تاعي، نضيف القليل تاع الثوم اللي كانت متبقيه، هاي الثوم نديروها، والكمون ايضا كنت خليت شويه تاع كمون نضيفه الان. الان نقصوا النار نخلوها تكمل طيابها ونخلو حتى كيشوفوا المرق تاعنا يختار. وصفه اليوم اللوبيا راهي حاضره معنا، شوفوا الله يبارك كيفاش جات، وفي الوقت اللي راني نحضر فيه الان الشتاء راهي طيح، راهي البروده يعني راه وقتها سوا سوا، شوفوا الله يبارك يعني فقط غير بالدرسه المرق تاعها راه خاثر هكذا. نضيفوا له فقط غير رشه تاع كمون هكذا، رشه تاع كمون. وكاين كاين ناس بزاف اللي يحبوا يضيفوا لها الخل، اي نوعيه الخل خاصه في المطاعم وين تصيب الطبق تاع اللوبيا تصيب قدامه قرعه تاع الخل، يقول لك مليح للغازات ايضا، يعني اللي يدير قطرات من الخل مليح للغازات. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها ايضا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.